تم تكليفه من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، المجلس الوطني لحزب المؤتمر بالأمانة العامة لهذه المرحلة حتى موعد المؤتمر الوطني القادم. ومعناها سأسعى خلال هذه الفترة مع عون زملائي إلى استكمال بناء مؤسسات الحزب في المرحلة القادمة، إلى دعم انتشار حزبنا في مختلف جهات البلاد، إلى تفعيل دور مناضلي الحزب في مختلف الجهات، وإلى معناها تأكيد حضورنا الفاعل ضمن الحكومة الائتلافية، تأكيد تنسيقنا وتشاورنا مع شركائنا لإدارة هذه المرحلة، وفي نفس الوقت لضمان الكثير من التوازن في الساحة السياسية في هذه الفترة. نحن الآن لدينا مهمة مركزية في هذه المرحلة، هي مهمة استكمال بناء مؤسسات حزب المؤتمر. مرشح حزب المؤتمر للانتخابات الرئاسية يبقى هو الدكتور محمد منصف المرزوقي، الرئيس الشرفي لحزبنا، إذا في صورة ما تقدم للانتخابات القادمة. وهذا الحديث هو بالتأكيد لا زال سابقا لأوانه. لدينا مسؤوليات كبيرة في إدارة هذه المرحلة، وللرئيس المرزوقي مسؤولية كبيرة في إدارة هذه المرحلة الانتقالية المهمة. وعندما يحين موعد الانتخابات الرئاسية فسيتم التفكير في إقرار مرشح الحزب الذي هو بشكل طبيعي الدكتور محمد مصطفى مرزوقي.